في استراتيجيتها المعتمدة، بالإضافة إلى الإكراهات والصعوبات والتحديات لمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية. وهي مناسبة كذلك لطرح عدة تساؤلات رئيسية تتناول دور الحكومة. هذا الندوة كتأتي من تنظيم المرصد الوطني لحقوق النخيب، كتأتي في سياق الورش الملكي حول الحماية الاجتماعية، اليوم هو اللي هو ورش كبير يقوده صاحب الجلالة نصره الله، وبالتالي الحكومة تعمل على تنزيله في إطار استراتيجيتها وفي إطار السياسة العمومية التي هي من وظائفها الأساسية. وبالتالي هذه الندوة كتأتي في هذا السياق هذا من أجل القيام بواحد التقييم ديال هذه الاستراتيجية الحكومية أو السياسة الحكومية في هذا المجال، ومن أجله يعني إبداء الرأي وإبداء الملاحظات والوقوف على مواطن الضعف ومواطن القوة في هذه الاستراتيجية وفي هذه السياسة التي تقوم بها، وبالتالي معرفة ما مدى المنجزات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال هذا، وما مدى التعثرات أو الإكراهات أو التحديات اللي هي أمامها بخصوص تنزيل هذا الورش الملكي. وبالتالي احنا كمرصد وطني لحقوق النخيب، كمجتمع مدني في إطار المساهمة ديالنا وفي إطار العمل ديالنا، نعمل يعني إلى من أجل تنظيم هذه الندوة هذه لفتح النقاش العمومي أمام الرأي العام وأمام جميع المهتمين وأمام جميع المعنيين بالأمر، وبالتالي الخروج بتوصيات من شأنها أنها تساهم من منبر المجتمع المدني، تساهم في تجويد ربما الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة، ومن أجل تجويد أيضا هذا المسار وبالتالي إنجاح هذا الورش الملكي. هذه الندوة اليوم اللي كينظمها المرصد الوطني لحقوق النخيب بالتعاون مع مؤسسة كوراد، الغاية منها اليوم هو أول شيء تفعيل دور المجتمع المدني في مواكبة السياسة العمومية وفي تنزيل السياسة العمومية، وفي نفس الوقت اليوم هذا الدور اللي غادي يتفعل من خلال تعرض للشق المتعلق بالعمل الاجتماعي أو متعلق بالأوراق الاجتماعية الكبرى للحكومة اللي هي منخرطة فيها منذ سنوات، سوف أيضا يتم التعرض لمشروع قانون المالية 2025 الذي هو طور المناقشة بغرفتي البرلمان. إذا اليوم فرصة استدعينا لها مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأساتذة، مجموعة من الباحثين مجلس التداول وطرح أسئلة متعلقة بورش حماية اجتماعية، مسألة الاستدامة المالية، مسألة العقبات القانونية المؤسساتية، مسألة هل يكفي ما تبقى من الزمن الحكومي لتنزيل هذه الأوراش بالكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة. إذا اليوم كنتمنى أن تكون هذه الندوة هي مناسبة للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها، ومواكبة الفعل الحكومي مواكبة نقدية إيجابية. اليوم المرصد الوطني للنخيب مع مؤسسة كونراد ينظمون لقاء جد 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 هام، لا على مستوى الموضوع، لا على مستوى المتدخلين، لا على مستوى راهنية هذه المواضيع. اليوم المغرب هناك إرادة ملكية، هناك تحديات كبرى. اليوم لقاء يسائل فيه الفاعل المدني، يسائل فيه الفاعل السياسي والنخب السياسية ماذا يعني حصيلة ما سبق وما يجب القيام به في المستقبل. اليوم رهان الحماية الاجتماعية سواء على المستوى الصحي، سواء على المستوى الحقوقي، على المستوى التعليم إلى آخره، هي مواضيع أساسية يعيشها المغرب اليوم بأسئلة حارقة. نتمنى أن يكون اللقاء اليوم بمخرجاته حلقة ينصت لها الفاعل السياسي والنخب بكل جدية وبكل مسؤولية، لأنه اليوم لم يعد هناك مجال لإهدار الزمن مرة أخرى بعد سنوات من تضييع فرص من أجل حماية اجتماعية تليق بالمواطن المغربي. وأعضاء إدارتها كما أتقدم باسمكم جميعا.